عاجل. موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من صفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني. أعلنت إدارة مصر الجديدة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة لطلاب سنوات النقل بالفصل الدراسي الثاني 2022-2023. أولاً، المرحلة الابتدائية. 1- المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة. 2- جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه الكهرباء. 3- دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية. 4- مخاطر الألعاب الإلكترونية. 5- اختيار أحد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة. 2- المرحلة الإعدادية. 1- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة. 2- المشروعات القومية في مجال الطرق والكبار وتأثيرها على التنمية. 3- أهم الإنجازات في مجال الطاقة، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية. 4- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 5- التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمياه والصحة. 6- المرحلة الثانوية. 1- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميته في تنمية الصعيد. 2- دور التكنولوجيا وأثرها في الصراع الفكري في ظل العولمة. 3- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة. 4- المشروعات القومية وإنعكاستها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي. 5- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.